السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات دروس رياضيات فيدا. في هذا الدرس إن شاء الله غنتعرفوا على طريقة ضرب عددين من 990 إلى 999 فيما بينهما. الدرس السابق كنا تعرفنا على ضرب عددين من 90 إلى 99 فيما بينهما. دونك هذا الدرس عنده علاقة بالدرس السابق. كيف ذلك؟ يلا نشوفوا الطريقة كيفاش ممكن نخدموا هذا النوع من العمليات بسهولة كبيرة. إذا المرة السابقة كنا اعتبرنا أنه غناخدوا واحد المرجع ديالنا اللي هو 100. هاد المرة غنعتبروا المرجع ديالنا هو 1000. هذا من جهة. من جهة أخرى خاصنا دائما الناتج اللي غنلقاو في العملية ديالنا كيتكون من 6 أرقام. علاش 6 أرقام؟ جيو معايا نشوفوا هنايا في هاد العملية. لاحظوا معايا أنه عندي هاد العدد الأول كيتكون من 3 أرقام، العدد الثاني كذلك كيتكون من 3 أرقام. إذا لا شفنا هنايا عندي 3 أرقام زائد 3 أرقام غتعطيني 6 أرقام. إذا الناتج ديالي خاصني نلقى فيه 6 أرقام. هذه المسألة مهمة وضرورية جدا. جيد، هذا المسألة الأولى. إذا الآن نبداو على بركة الله. الأمر اللي هو مهم هو أنه كيفاش ممكن غادي نلقاو الجواب في هذا النوع العمليات بشكل بسيط جدا. إذا نشوفوا معايا، إذا المرة اللي فاتت كنا دائما كنقلبوا على الفرق ما بين العددين مع هذاك المرجع. نفس الشيء غنديرو هنايا. الوغ 992 شحال باقي خاصها باش تولي عندي 100؟ عفوا 1000. اذا 992 ينقصها 8 لتصبح 1000. جيد. ثم الان نمشيو ل 994 شحال خاصها باش تولي 1000؟ خاصها 6. ممتاز. اذا الان غادي نجمع 6 مع هاد 8، غادي نلقى الناتج هو 14. جيد، ممتاز. اذا الان غادي نمشي نبدا نصيغ في الجواب ديالي. اذا اول شيء غناخدو هاد 1000 غنطرحو منها 14. اذا 1000 ناقص 14 هي 986. هذا الجزء الاول من الجواب ديالي. اذا الجواب ديالي شحال بقى خاصو من رقم باش يكمل؟ خاصو 3 الارقام وحدين اخرين. الان المرحله الثانيه هي اشنو؟ هي هذوك الرقمين اللي لقيت في الاول فاش كنت كنقلب على الفرق 8 و 6. هاد المره غادي نضربهم في بعضياتهم. اذا 8 في 6 48. اذا غنجي نكتب 48. لاحظوا معايا الا كتبت هكا يا 48 الجواب ديالي غيكون ناقص. علاش؟ لانه فيه فقط 5 ارقام. الوغ باش هاد الناتج ما يتغيرش ديال الجداء غادي نزيد الصفر عن اليسار، فبالتالي غنكون حصلت على الجواب صحيح ومضبوط و بشكل سهل وبسيط جدا. اذا فبالتالي غيكون عندي الناتج هو 986048. اذا نمشيو نشوفوا مثال اخر باش نزيدو نفهمو اكثر. مثلا عندي 997 ضرب 996. إذن أول شيء غنقلب على الفرق ما بين العدد الأول وألف. إذا الفرق بينهما هو 3. جيد، إذن 997 خاصها 3 باش تولي عندي 1000. ممتاز. نجيو لهنا 996 شحال خاصها باش تولي 1000؟ خاصها 4. إذن غنجي نكتب 4. ثم غادي نجمع هاد 3 و 4 ونشوف الناتج كم يساوي. هو 7. ممتاز. اذا هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه كنبدا نوجد في الجواب ديالي، كنبدا نقاد فيه. اذا الجزء الاول من الجواب ديالي مناش كيتكون؟ كيتكون من 1000 ناقص المجموع ديال الفرقين اللي كنت لقيت. اذا 1000 ناقص 7 هي 993. هذا الجزء الاول من الجواب ديالي. الجزء الثاني خاصو حتى هو يتكون من 3 ارقام. اشنو كندير في الجزء الثاني؟ كنقوم بعمليه الضرب لهاد العددين 3 و 4 اللي لقيت في الاول. اذا 3 في 4، لاحظوا معايا غنضرب 3 في 4 غنحصل على 12. غادي نجي نكتب 12، لكن كيف ما قلت النتيجه غتكون ناقصه. اذا باش ما يتغيرش هذاك العدد 12 غادي نضيف صفر عن اليسار، فبالتالي غنحصل على الجواب اللي هو 993012. نمشيو نشوفو مثال اخر وهو الاخير.
الطريقة جد سهلة وبسيطة وواضحة ومفهومة، ما فيهاش شي خدمة كثيرة، فقط شوية ديال التركيز. من بعد مع الممارسة غتولي تخرج هاد النوع ديال العمليات فقط عن طريق حساب ذهني فقط، بدون استعمال لا ورقة ولا قلم ولا أي شيء. إذا لاحظوا معايا، 995 كم ينقصها لتصبح 1000؟ خاصها 5، إذا غنكتب 5 ونمشي ل 998 كم ينقصها لتصبح 1000؟ ينقصها 2. جيد، إذا 5 زائد 2 هي كم؟ صحيح، هي 7. إذا 7. الآن غنبدأ نحدد الجواب ديالي. جيد، إذا الجزء الأول من الجواب ديالي دائما 1000 ناقص هاد 7 هي 993. الجزء الثاني من الجواب ديالي مناش كيتكون؟ كيتكون من 5 ضارب 2 هي كم؟ نعم هي 10. إذا أشنو غنكتب؟ غنكتب 0 10، باش دائما الجواب ديالي يكون متكون من 6 أرقام. استعملوا الآلة الحاسبة وغتأكدوا من هذه المعطيات فهي صحيحة ودقيقة، ولاحظوا أنني قدرت نخرجها في أقل من مثلا 5 أو 6 ثواني. ممتاز، أجيو نشوفوا واحد المثال آخر، غنزيدكم مثال آخر، ناخدو اون نوفيل باج. فوالا، شوفوا معايا، نعطيكم هذا المثال. مثلا عندي 999 ضرب 992. جيد، إذا شوفوا معايا، 999 كم ينقصها لتصبح 1000؟ ينقصها 1. هاو، و 992 كم ينقصها لتصبح 1000؟ تنقصها 8. ممتاز، إذا نجمع 1 مع 8، الناتج هو 9. جيد، إذا الآن نبدأ نشكل في الجواب ديالي. إذا 1000 ناقص هاد 9 هي 991. ممتاز، هذا الجزء الأول من الجواب ديالي. الجزء الثاني غندير الضرب ديال 1 و8. 1 في 8 هي ماذا؟ هي 8. صحيح، إذا واش أنا غنكتب غير 8؟ إذا أنا خاصني 3 الأرقام، سأكتب 0 0 8، وهذا هو اللي كنت بغيت نوريكم في هاد النوع ديال العمليات. بعض الأحيان ما كنزيدش غير 0 1، وإنما كنضيف 0 2، باش دائما النتيجة ديالي تكون كتكون من 6 أرقام. الى هنا ينتهي هذا الفيديو، كنتمنى ان الدرس يكون سهل عليكم وقدرتوا تستفدوا منه وتستوعبوه مزيان. نتلقى بكم ان شاء الله في درس جديد وفيديو جديد. سلامه.